السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بعطيكم نبذة بسيطة عن موقع ستارفول. موقع ستارفول هو موقع أجنبي انفتح في سنة 2002، وهو موقع جدا مفيد وجدا مناسب لطلبة المرحلة الابتدائية، للمعلمين أو لمتعلمين اللغة الإنجليزية المبتدئين بشكل عام. طبعا أول شيء، أغلب اللي موجود بالموقع موجود بشكل مجاني، ولكن اللي حاب أن كل شيء يفتح له بالموقع ممكن أن يسوي جوين بسعر بسيط وبعدين يسوي ساين إن. طبعا أول شيء عندنا خانة الأي بي سيز، بعدين عندنا learn to read، بعدين عندنا it's fun to read، بعدين آخر شيء عندنا I am reading، وتحتها هني عندنا الألعاب. هذه الألعاب مجموعة ألعاب تربوية تعليمية مفيدة بحيث أن الطفل يتعلم ويلعب بنفس الوقت. أول شيء عندنا الـ ABCs. إذا دخلنا على خانة الـ ABCs راح نشوف أن أول شيء معطينا الأحرف كلها من اللغة الإنجليزية من A to Z، وإذا ضغطنا على حرف حرف راح يعطينا طريقة نطق الحرف، طريقة كتابته، اللور كيس والأبر كيس ملوتا، وفيديو تعليمي بسيط أو فيلم قصير عن كل حرف. وهني عندنا learn to read. إذا دخلنا learn to read راح نشوف مجموعة كتب قصص قصيرة باللغة الإنجليزية. إذا دخلنا مثلا هني على زاك ذرات راح نلقى أن القصة عن حرف الـ A. مثلا هذا short A sound. هني إذا ضغطنا على زاك زاك مثل ما أنتوا شايفين قرالنا الكلمة حرف حرف وشوي شوي، وهم كتب لنا إياها هني عن طريق السهم اللي هني نقدر إن نكمل القصة. وهني حاط لنا الجملة كاملة، وممكن تضغطون على طريقة على خانة الأذن وينطق لكم إياها كاملة. Zack is a rat. وهم تكملون القصة عن طريق الأسهم. مثل ما أنتم شايفين إن الفار هنا قاعد يسوي حركات، ف يعني هالحركات جدا ممتعة للأطفال ومسلية. وبعدين نقدر نكمل القصص ونشوف السكيلز مالتهم. مثلا احنا نبي الطفل يتعلم سكيل معين او مهارة معينة، ممكن ان نروح حق القصة مالتها. مثلا هني نبي مهارة الاس اتش. الاس اتش ويا بعض بالانجليزي يعطونا صوت ش، فهذه القصة عن هذه المهارة. هني عندنا مجموعة العاب تعلمنا مثلا كلمات، شلون نركب كلمات. مثلا هني نبي نركب كلمات تكون اخرها ان. Make a word with a, an to match the picture. مثلا هني can. كان. فنحط حرف السي. An. Can. Fan. وبكذي نقدر نكمل اللعبة. وبعدين نرد للصفحة الرئيسية ونشوف الخانة الثالثة اللي هي It's fun to read. It's fun to read هني مجموعة ألعاب، ولكن يسويها آخر شيء على شكل قصة. مثلا هني إذا دشينا all about me راح نلقى أن الطفل ممكن أنه يكتب معلومات عنه، وآخر شيء يقالهم إياه الموقع. بعدين نروح حق آخر شيء اللي هما اللي هي خانة I am reading. إذا دشينا هالخانة راح نلقى مجموعة أنواع من القصص. إذا دشينا هني fiction and non-fiction اللي هي مجموعة القصص الخيالية والحقيقية. نقدر ندش مثلا هني على قصة dragon goes to the farm اللي هي من مجموعة الفيكشن، يعني هي قصة خيالية. نقدر نقراها هني. مثلا إذا في كلمة مو عارفينها معينة تقدرون تضغطون عليها with me ويقرالكم إياها شوي شوي. وإذا تبون يقرالكم الجمل كاملة تقدرون تضغطون على خانة الأذن هنا. Come with me. Run, run, run. You will like where we go. وهم تضغطون على السهم اللي هنا عشان تكملون القصة. ونرجع مرة ثانية للصفحة الرئيسية عن طريق الأسهم. مثلا هني عندنا آخر شيء الـ I am reading اللي دشيناها توا. ممكن أن ندش على نوع ثاني من القصص. مثلا هني عندنا الكوميكس اللي هي القصص المصورة، وننقي أي شيء من هذيل. مثلا هني Moon Trip Part 1
ويقرأ لنا القصة. Wow, a big wind. Away I go. مثل ما أنتم شايفين هذه طريقة مسلية جدا للأطفال بحيث إنه يتعلم ويشوف الصور ويربط الصورة بالمعنى بنفس الوقت. Whoosh. ونرجع الحين مرة ثانية للصفحة الرئيسية ونشوف الألعاب التربوية التعليمية الموجودة لهني. إذا ضغطنا على أي لعبة راح نشوف إنه راح يعلمنا مجموعة كلمات جديدة بالنسبة للطفل. Make a gingerbread. هني مثلا يلاقي إذا girl أو boy. وينقلها ال eyes. Circle. Choose the eyes for the gingerbread girl. وبكذي يقدر يكمل اللعبة ويستانس ويتعلم بنفس الوقت. هني عندنا get more from Starfall join today. هذا حق اللي يبي يصير عضو بالموقع. ممكن انه يبطلوا اشياء جديدة مو مفتوحة حق اللي مو مشترك بالموقع. هني عندنا mathematics او الرياضيات. ممكن ندش على هذا. هي الرياضيات حق المبتدئين مثلا الصف الاول او الثاني او حتى الروضة أو الحضانة. ممكن هني ندش على رقم واحد. طبعا هذا اللي موجودين بالرمادي هذا كلهم أشياء ممكن نبطلهم إذا اشتركنا بالموقع. هني ندش على نمبر ون. يكتب لنا الحرف وينطق لنا إياه. ون ون. ويعلم الطفل شلون يعد. مثلا هني ون جيلي بين. يدلنا الطفل إن هذه ون. One jelly bean. ونفسي حط لنا فيديو قصير عن كل رقم. بس كذي نقدر نكمل الأحرف. ونرجع مرة ثانية حق خانة الريدنج اللي هني اللي هي خانة القراءة. ممكن ندش مثلا هني على more phonics أو ندش على هذيل الكلمات. ندش على هذه. هني عندنا units. unit 1, 3 و 5 و 7 هم المفتوحين حق اللي داشين بشكل مجاني. مثلا هني عندنا أول قصة let's be pals اللي هي خنصير أصدقاء. أول شيء عندنا هذه القصة. ممكن انه يقالها لنا. I see a girl. مثل ما انتم شايفين يحط لنا الكلمة مع الصورة. واذا غيرنا كذي يحط لنا الكلمة مع الصورة بحيث ان الطفل يعرف ان هذا boy وهذا girl. I see a boy. وهم نقدر نكمل القصة هنا عن طريق الاسهم اللي تحت. ونرجع مرة ثانية للصفحة. بعدين آخر شيء هني عندنا السونجز أو الأغاني التعليمية التربوية اللي ممكن إنه يستمتع فيها الطفل ويغني ويحفظ مع الكلمات. وكذي نكون إن شاء الله خلصنا الموقع ومع السلامة.